أصبح بالخير على كل الحضور. صباح خليجي بدفع الخليج إلى رومانيا ومحيطها الجو البارد. سعادتي كبيرة وأنا أقف أمامكم لألقي ما يجيش في نفسي وفكري، وحرصت على أن لا أعد ورقة مكتوبة، إنما أخاطب الجميع من القلب للقلب. أتينا بيد ممدودة وصدور واسعة لبحث شتى المجالات التي تساعد في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول الصديقة. علاقاتنا على وجه الخصوص مع رومانيا علاقة تاريخية، نقدر الشعب الكويتي يقدر المواقف المشرفة للشعب الروماني أثناء محنة الكويت في القرن الماضي. لها إسهامات كبيرة في شتى المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية من اجتماعية وخلافة والثقافية.